منتخب ولا حاجة تحت قيادة حسام البدري بيلعب بخطة على الله أمام أنجولا في بدايته في تصفيات كأس العالم، بنقدم أداء هزيل، بنكسب بضربة جزاء مش ضربة جزاء صحيحة، وأداء مش موجود وجمل مش موجودة ولاعبين مستواهم واقع وحاجات كتير أوي 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 في منتخب مصر. منتخب مصر بعيد أوي عن كل القارة، منتخب مصر مش منتخب مصر بتاع زمان، مش حتى منتخب مصر بتاع هيكتور كوبر. هنتكلم في حاجات كتير قوي النهارده في مباراة مصر وانجولا وعن حسام البدري. فالحالة دي طلبة دي فطالما الحالة دي وصلت لك كنز، اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس لو اول مرة تشوفني، وعشان تجري حلقات اول باول. يلا بينا نخش نتكلم على المنتخب اللي ولا حاجة. حطني رقم واحد في الهجاصين. المنتخب المصري النهارده بدأ بالخطة المعروفة في مصر كلها، مش منتخب مصر بس، اللي هي 4 2 3 1، ولكن عناصر الفريق او عناصر التشكيلة هي اللي فيها بعض التغييرات. اولا مفيش محترفين غير حجازي، احمد حجازي المحترف في اتحاد جدة هو بس اللي موجود، ولكن صلاح مش موجود، النني مش موجود بسبب ان في مشاكل بين البريمير ليج والاتحادات، او بريمير ليج بحاطت او بريطانيا عامة حاطه ان في 10 دول محظورة بالنسبة لهم، اللي هو لو دخلت البلد دي ورجعت تاني انجلترا فهتتحجز 10 ايام او هتحجر 10 ايام، مش هينفع ما تتحجرش. فالنني وصلاح ما يعرفوش ينزلوا مع مصر، وبالتالي غاب عن مباراة النهارده بالسبب دون، وتريزيجيه غايب بسبب الاصابه ربنا يشفيه ان شاء الله، وبالتالي ما كانش عندك محترفين تقريبا غير كوكا على ما اعتقد، ومصطفى محمد كمان ما جاش، فما كانش فيه محترفين تماما غير احمد حجازي. بدات بالشناوي وحجازي والونش وباير محمد ناحيه اليمين بسبب اصابه اكرم توفيق، وازاي ما تضمش محمد هاني مش عارف، بس لعبت باير يمين ناحيه اليمين. ناحيه الشمال لعبت مفتوح، اثنين في نص الملعب طارق حامد والسوليه، قدامهم قفشه على الشمال، حسين الشحات بديل لتريزيجيه المصاب، على اليمين زيزو بديلا لمحمد صلاح الغائب، وقفشه قدام بيلعب بيه محمد شريف. المنتخب انت في اول مباراه احنا بنحاول نمشي، في اول 5 دقائق جات لك ضربه جزاء من العدم، فتوح بيجري اللاعب بتاع انجولا وقع فتوح، حصل ضربه جزاء، ضربه جزاء بالعربي وفي الحقيقه مش ضربه جزاء، خلينا نبقى واقعيين، ضربه الجزاء بتاع منتخب مصر مش ضربه جزاء، فتوح مش لمس الكره فتوح ولا داخل في لاعب انجولا، بس ربنا استرها معانا والحكم حصل ضربه جزاء وجبنا جول، جبنا جول في اول 5 دقائق. بعد ال5 دقائق الاولى انت مش موجود، انت مش موجود، بتدافع قدام انجولا، يعني انت مش بتلعب مثلا الجزائر او المغرب او تونس او غانا او فريق اللي هو انت واقف خايف منه اللي هو يجيب في الجون، وانت جبت جون قلت الحمد لله دافع عليه بقى وحاول العب على المرتد اخطف الثاني، لا انت بتلعب انجولا يا معلم، بتلعب انجولا جت لها 3 كور ما جابتش فيهم ولا كوره، 3 كور جون جون، 3 كور يتشاطوا على 3 خشبات ويخشوا في المرمى ما جابوهاش، فانت ليه بتدافع قصاد انجولا؟ مش عارف، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انت ما فيش جمله محفوظه، مفيش جملة بتتلعب، يعني مفيش جملة بتتلعب، كل اللعب اللي منتخب مصر بيلعبه كور طويلة كور طويلة كور طويلة، حجازي يستلم الكرة يلعب كرة طويلة، الونش يستلم الكرة يلعب كرة طويلة، فتوح يستلم الكرة يلعب كرة طويلة، ده اللي كنا بنعمله. مفيش جملة على الأرض، مفيش تركيبة ما بين اللاعبين، وأكن منتخب مصر ما لعبش مع بعضه بقاله 17 سنة واللعيبة لسه بتتعرف على بعض، ده مش حافظ ده وده مش عارف ده وده مش عارف ده بيلعب ازاي وده مش عارف ده بيجري امتى وده يطلع امتى وده يسبق امتى وده يعمل ايه، ازاي انا مش فاهم، وكأن كمان اللاعبين لم تلمس كوره في التمرينات او التدريبات قبل المباراه، فكأن اللعيبه دي صحوهم من النوم النهارده يلا يا رجاله انت عندكم ماتش، فاللعيبه نزلت من بيوتها نزلت المباراه، ما تدربوش على مثلا على جمله، ما تدربوش على لعبه، ما تدربوش على كورنر، ما تدربوش على فاول، ما تدربوش على حاجه، ما تضربوش على لينك اب بلاي مثلا ما بين خط وخط، ما بين مثلا نص الملعب وبين المهاجمين، او مثلا قفشه ينزل الاثنين نص الملعب ويستلم الكوره ويبتدي يرفع عرضيه او يستلم الكوره يرمي ثرو، او يعمل ثنائيات على الاجناب ما بين حسين الشحات وفتوح او زيزو وباهر، اي حاجه. انت دفاعك كان ملط، نص ملعبك كان ملط، الباكات بتاعتك ولا بتدافع ولا بتهاجم، واقفه ورا في مساحات ولاعبين انجولا بتعدي منها، بتقدم قدام ما بتقدمش اضافه هجوميه، وبرده في مساحات في ظهرها ولاعبين انجولا بتستغلها. نص الملعب بتاعك طارق والسولية مش قادرين يمسكوا نص الملعب، طارق ما استخلصش كور كتير كان اكترها فاولات، السولية ما استخلصش برضه كور كتير وكان اكترها فاولات، وحتى لما الكره كانت بتجيله كان بيرجعوها لورا ما كانش بيلعبوا لقدام، ما كانش اكتف لقدام، وبالتالي كان شكلك سيء طول الشوط الاول، شكلك مش قادر توصل للمرمى،
بتاع انجولا. وصلت الكوره بعد الجون كوره واحده بس او كورتين، كوره زيزو اللي جات له في 6 يارده وشاطها لاعب انجولا شالها، والكوره الثانيه بتاعت شريف لما راح وراح عدل على يمينه وحطها فوق العرض. غير كده انت ما وصلتش لجول انجولا. حتى انا هقول لك ايام كوبر، نرجع بالزمن لورا كده شويه، ايام كوبر كنا عارفين خطه كوبر، انا هنزل اي منتخب ايا كان ايه اسمه او ايا كان مين هو، انا هنزل اقف في نص ملعبي، هنزل ادافع والعب على الهجمه المرتده. في جمله بتتلعب على الهجمه المرتده، يعني الهجمه المرتده اللي بيلعبها في جمله معروفه، انت خد الكوره سلمها لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد يرميها لمحمد صلاح ويقول لصلاح اتصرف. دي كانت كوبر، دي كانت طريق كوبر، وطريق كوبر قد النجاحات بيها. وصل امم افريقيا 2017 ووصل للنهائي، وصلك كاس عالم بعد غياب 30 سنه، ولو كان فيدر كان خد لك كوم افريقيا 2019، لكن انت مشيت بعد كاس العالم. كوبر كان عنده شكل. اجيري جه ده بدا بدايه المنتخب ولا حاجه، من بدايه من اجيري. منتخب بلا جدوى، منتخب بلا اداء، منتخب بلا خطه، منتخب بلا تشكيل، منتخب بلا اي حاجه، منتخب ولا حاجه. مشي اجيري، اتى حسام البدري، قلنا مدرب مصري، قلنا مدرب وطني، مدرب ممكن يدي لك اداء، مدرب ممكن يدي لك مش اداء، حماس، يحمس لعيبتك، يديها الانرجي، القوه، الطاقه، يخليهم يطلعوا كل اللي عندهم. ولا كنا شايفينه ان حسام البدري مش مخلي اللعيبه تطلع حاجه اصلا، مش اللي عندهم، اللعيبه مش بتطلع حاجه. هل ده زيزو بتاع الزمالك؟ هل ده زيزو بتاع الزمالك؟ هل ده قفشه بتاع الاهلي؟ فين ثنائيه قفشه وحسين ومحمد شريف؟ خلاص يا معلم، انت فكرك مش مؤدي ان انت تحط خطه للعيبه دي. خلاص انا مش عارف احط خطه للعيبه دي. على الاقل اعمل ثنائيات المعروفه، قفشه وشريف بيعملوا ثنائيه في النادي الاهلي، خلاص ماشي الثنائيه دي، ماشي الثنائيه. لكن انت ما فيش اي حاجه بتعملها. الشوط الاول خلص، قلنا خلاص الحمد لله الشوط الاول خلص. الشوط الثاني ممكن نلاقي جمل. الشوط الثاني نزلت نفس الشكل. حسام البدري ما كانش بيعمل غير حاجه واحده بس، بيبدل الوينجات. لاسارتي افكت، جيب حسين الشحات شمال، جيب حسين الشحات يمين، وادي زيزو شمال، جيب زيزو يمين، وادي حسين شمال. بس هو ده اللي كنت بتعمله. طب سيبك بدري شويه، تعال اكلمك على اللاعبين، نتكلم على شويه عناصر فرديه. هتقول لي طب ما العناصر الفرديه مش قادره تعمل حاجه بسبب المدرب اللي بره مش مديلهم الحريه او مش مديلهم ان هم يعملوا. هقول لك يا معلم بالهداوه وبالراحه وواحده واحده. واحد زي حسين الشحات، واحد زي حسين الشحات، زيزو وحسين الشحات بيلعبوا النهارده عشان ادوارهم الدفاعيه مميزه شويه. حسين الشحات ما كانش بيرجع مع اللاعب المفروض يرجع معاه، اللاعب المفروض يرجع معاه ما بيرجعش، المفروض ترجع معاه ما بيرجعش. باهر محمدي مش محتاج اتكلم على باهر، ولا اداء دفاعي ولا اداء هجومي، ده قاري باب اللي نزل عمل كوره ودى باهر محمدي اسماعيليه تاني. كورة لمو اسمع ليا خلاص صفر. فتوح مش شايف ان هو دلوقتي يشيل منتخب مصر في الجبهة الشمال، لسه فتوح شوية. لو كنت لعبت النهاردة عبد الشافي كان عبد الشافي ادالك اداء افضل سواء هجوميا او دفاعيا. جاب لك ضربة جزاء، ولكن باقي المباراة ما عملش اي حاجة. اداء غريب من منتخب ككل، اداريا فنيا على مستوى اللاعبين على كل حاجة. قدرت تطلع بثلاثة بونت، الحمد لله الحمد لله تطلع بثلاثة بونت. المباراة الجاية عندك الجابون في الجابون. هل منتخب مصر لعب بالشكل ده؟ هقول لك منتخب مصر لعب بالشكل ده، مش هتلاقي تحسن، مش هتلاقي بقى جمل بقى وتكتيك، واللي هو انا هنزل مثلا طارق حامد يبدا هو الهجمه يا معلم. ده يعني العالم كله بقى يلعب ضربه المرمى من تحت الا حسام البدري، بيخلي الشناوي شلوت لقدام ويلا بقى عك وربك يفك، يلا كله يلعب اللي عارفه. اللي هو انا يعني اكاد اجزم ان في اوضه اللبس حسام البدري ما كانش بيقول لهم على جمل او بيقول لهم خطه. اكاد اجزم ان حسام البدري في اوضه اللبس قال للعيبه دي انتوا بتلعبوا انجولا او المباراه في تصفيات كاس العالم، انزلوا لعبوا لعبكم، انزلوا العبوا لعبكم. ايه لعبهم ده؟ العلم عند الله، العلم عند الله. منتخب الولا حاجه بدا بدايه ولا حاجه، بداية الولا حاجة من منتخب الولا حاجة. آخر مرة شفت المنتخب ده بيحقق نجاحات وليه شكل كانت في 2018 أو 2017 أو في تصفيات كأس العالم بتاعت 2018 أو كأس الأمم 2018 وتصفيات كأس الأمم 2016. بعد كده
انا مش شايف اي حاجه مبشره للمنتخب ده. في الاول وفي الاخر ده كان راي شخص واحد، راي انا في مباراه مصر وانجولا ومنتخب مصر. قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعك، كان منتخب مصر قادر اصلا على الصعود من المجموعه دي ولا هنخرج اصلا من المجموعات مش هنقدر نوصل للمرحلات اللي المرحله النهائيه من التصفيات؟ قول لي توقعك في الكومنتس. ولو حلقه بدات تخش تعمل لايك، عشان اللايك بيوصل الحلقه لاكبر عدد من الناس. اول مره تشوف ننزل اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يجيلك حلقات اول باول. وطبعا على الشانل بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، اعمل فولو نشط جدا هناك. وامشي على فيسبوك وتويتر على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.